شكرا صلاح، وشكرا للزملاء في القاهرة. نفتح هذه النافذة من بيروت وسط غبار المعارك والدمار والدماء في لبنان وغزة، والتي وصلت في جانبها اللبناني اليوم إلى حد القتال من مسافة صفر بين مقاتلي حزب الله وجيش الاحتلال. بدأت تصدر تقارير مقلقة حول النوايا الإسرائيلية المبيتة، فصحيفة هآرتس تنشر تقريرا اليوم نقلا عن مسؤولين إسرائيليين تؤكد أن نتنياهو لا يريد إنهاء الحرب لا في غزة ولا في لبنان، وما عاد يسأل أصلا عن استعادة الرهائن، وأن المستوى السياسي في إسرائيل يستعد لتجهيز شمال قطاع غزة لتنفيذ خطة الحصار والتجويع التي وضعها اللواء في الاحتياط جيورا آيلاند، وقتل كل من يبقى في الشمال على أساس أنه من حركة حماس. سنرى طبعا في هذه النافذة ماذا تقول هذه الخطة. ولبنانيا، فإن نتنياهو أصر علانية اليوم على سحب قوات اليونيفيل الدولية من جنوب لبنان، ومندوب إسرائيل في الأمم المتحدة قال إن الإصرار على بقاء اليونيفيل في مواقعها أمر غير مقبول. واليوم قالت اليونيفيل إن دبابتين إسرائيليتين اقتحمتا موقع رامية فجرا في جنوب لبنان. هذا العداء الإسرائيلي المعلن للقوات الدولية يطرح في الواقع أكثر من سؤال حول تطورات الحرب في الأسابيع المقبلة، وهي حرب تستعر يوما بعد آخر في البر والجو، وقد طالت نيرانها اليوم الجيش اللبناني، حيث قال بيانه إن 3 عسكريين أصيبوا في اعتداء إسرائيلي على آليتين للجيش في برج الملوك. ويقول القنصل العام الإسرائيلي السابق في نيويورك ألون بنكاس لشبكة CNN إن نتنياهو لا يريد إنهاء الحرب، وإن العمليات العسكرية الإسرائيلية المتزايدة في غزة ولبنان والرد الوشيك على الهجوم الصاروخي الإيراني شهادة على حاجة نتنياهو لهذه الحرب بغية البقاء السياسي، ولذلك فهو ما عاد مهتما بمئة رهينة في غزة. كارثة الحرب هذه تتجلى أيضا في كوارث اقتصادية تدميرية، فهذا تقرير مثلا لمنظمة الأسكوا يتحدث عن تدمير قطاعات اقتصادية كثيرة في لبنان، ويقول إن خسائر قطاع السياحة مثلا، وهو شريان حيوي في لبنان، فاقت 3 مليارات دولار منذ بداية هذه الحرب، في حين قضي تماما على القطاع الزراعي بسبب استخدام القنابل الفوسفورية الحارقة الإسرائيلية. وتحذر الدراسة من أن مثل هذا الاستهداف المنهجي للأصول الزراعية يهدد الأمن الغذائي وسبل العيش في المجتمعات الريفية، مما يعقد أي جهود للتعافي لاحقا. أما في الجانب الإقليمي لهذا الصراع، فقد اتجهت الأنظار اليوم إلى بغداد، حيث كانت محادثات بين وزيري خارجية العراق وإيران. أكد بعده الوزير العراقي فؤاد حسين رفض بلاده للحرب وتوسيعها ضد إيران، ومعارضة العراق استغلال إسرائيل للأجواء العراقية. نستمع إليه. باتجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية واستغلال العراق واستغلال الأجواء العراقية كممر أمر غير مقبول ومرفوض بتاتا. نحن نسعى لعدم وقوع الحرب، وإذا وقعت لا سمح الله فيجب بقاء العراق وأجوائه خارج إطار الحرب. إن وقوع الحرب في المنطقة يؤثر على ممرات الملاحة وخاصة في الخليج ومضيق جبل هرمز، مما يؤدي إلى تهديد لتصدير الطاقة، وبالتالي خلق أزمة دولية كبيرة في مجال الطاقة. أما الوزير الإيراني عباس عراقجي فتحدث بلغتي التحذير والدبلوماسية، فهو من جهة قال إنه ليس لدى إيران أي خطوط حمر في الدفاع عن شعبنا ومصالحنا، وإن الولايات المتحدة تعرض حياة جنودها للخطر من خلال نشرها أنظمة الصواريخ الأمريكية ثاد في إسرائيل. لكن الوزير أوضح من جهة ثانية أن بلاده تريد السلام، وأنها بذلت جهودا هائلة لاحتواء احتمال نشوب حرب شاملة في المنطقة. نشاهد ماذا قال.
منطقتنا تواجه حاليا تحديات خطيرة للغاية. المنطقة تعيش في وضع حذر وهناك احتمالات للتصعيد، وجذور كل هذه الأمور تعود لجرائم الاحتلال الإسرائيلي التي بدأت في غزة والآن امتدت إلى لبنان، ويحتمل أن تمتد إلى باقي دول المنطقة وتؤدي إلى حرب كاملة. علينا أن نقف ضد العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف الشعب الفلسطيني. إيران لا تبحث عن التصعيد والحرب، رغم أننا مستعدون لأي وضع، فبلادنا مستعدة للحرب كما أنها مستعدة أيضا للسلام. جاءت تصريحات الوزير الإيراني فيما قالت هيئة البث الإسرائيلية اليوم إن الولايات المتحدة الأمريكية ستنقل على الفور إلى إسرائيل بطارية من نظام الدفاع الجوي ثاد لاعتراض الصواريخ الباليستية والتهديدات الجوية. طبعا سنعرف أكثر عن هذه الصواريخ ودورها في نافذتنا الليلة، وسنناقش كل هذه الأمور مع ضيوفنا، وهم على التوالي النائب الدكتور ملحم خلف، نقيب المحامين سابقا ومؤسس جمعية فرح العطاء، والمعتصم منذ نحو عامين في مجلس النواب اللبناني للحث على انتخاب رئيس للجمهورية، والصارخ منذ فترة بأن ما تقوم به إسرائيل في لبنان هو جريمة حرب يجب أن تحاسب عليه. أيضا معنا العميد الركن دكتور حسن جوني، نائب رئيس الأركان للعمليات في الجيش اللبناني سابقا، يحدثنا عن التطورات العسكرية وما أكثرها اليوم في لبنان وغزة. من بغداد سيكون معنا سرمد البياتي وهو الخبير الاستراتيجي، يحلل لنا لقاء وزيري خارجية العراق وإيران اليوم. ومن رام الله سيكون معنا عبد الفتاح دولة، الناطق الرسمي باسم حركة فتح في الضفة الغربية، نفتح معه نافذة على جرائم إسرائيل في الضفة والتي لا تأخذ في الإعلام ما يستحق من تغطية على الأقل مقارنة بالجبهات الأخرى. ولكن كالمعتاد أعزائي المشاهدين نبدأ بجولة في البداية من على الجبهات، ونذهب مباشرة إلى الجنوب اللبناني. معنا من هناك أحمد مصطفى، من هناك حيث مثلا عيت الشعب شهدت اليوم اشتباكات من مسافة صفر وبالرشاشات بين جيش الاحتلال ومقاتلي حزب الله. أحمد، ماذا لديك حول هذا الموضوع والمواضيع الأخرى في الجنوب؟ سامي، حتى هذه اللحظة ربما كما تستمع معي إلى صوت القذائف والقصف المدفعي الذي يطلق من المواقع العسكرية الإسرائيلية المنتشرة على طول الحدود ما بين الأراضي اللبنانية والأراضي الفلسطينية المحتلة باتجاه بلدة عيت الشعب وكذلك بلدة رامية وبلدة القوزح التي شكلت مع بعضها مثلثا يحاول الاحتلال الإسرائيلي التوغل عبره منذ صباح اليوم. منذ أمس وحتى هذه اللحظة أو ربما منذ على يومين تحديدا، والاشتباكات تدور بشكل عنيف والقصف المدفعي والغارات الجوية مكثفة وخصوصا على عيت الشعب. مع حلول المساء كانت هناك محاولات للتوغل باتجاه بلدة عيت الشعب وباتجاه الحارة الغربية منها وفق ما قال الحزب في بيان له، لكن المقاتلين التابعين لحزب الله تصدوا لهذه المحاولات للتسلل من قبل الاحتلال الإسرائيلي وأوقعوا أفرادا من القوة المتسللة ما بين قتيل وجريح. في المقابل كانت هناك محاولتان أيضا من بلدة رامية باتجاه بلدة رامية من موقع رامية العسكري الإسرائيلي، حيث حاولت قوتان إسرائيليتان التوغل بريا باتجاه هذه البلدة، لكن أيضا المقاتلين التابعين لحزب الله تصدوا لهذه المحاولات وأحبطوها، وكذلك أصابوا آلية عسكرية وأوقعوا أفرادها ما بين قتيل وجريح. فضلا عن المحور الرابع الذي أيضا شهد اشتباكات عنيفة وكان من مسافة صفر وفق ما قال الحزب في بيانه، لكن هذه المرة كان في القطاع الشرقي تحديدا عند بلدة بليدة، حيث تم التوغل لبضعة أمتار وتم اصطياد القوة المتوغلة ووقع أفرادها ما بين قتيل وجريح عند الاشتباكات من مسافة صفر. لكن في هذه الأثناء أيضا ما زال طيران الاحتلال الإسرائيلي الحربي يكثف من ضرباته باتجاه عيت الشعب وكذلك باتجاه المواقع الأربعة التي ذكرتها، على اعتبار أنه يريد فتح ثغرة ما بين المقاتلين التابعين لحزب الله من أجل المرور باتجاه بنت جبيل وكذلك إلى عدد من بلدات الجنوب اللبناني بعد أن
طالب الاحتلال الإسرائيلي إخلاء بعض البلدات الأخرى وضم ما يقرب من 20 بلدة إلى البلدات التي كان قد حذر المواطنين اللبنانيين من التواجد فيها، وقال طالبهم بالذهاب إلى ما بعد النهر الأولي، وهو ما يعكس نية إسرائيلية في التوغل بريا كما يقول المراقبين لمسافة بعيدة. شكرا لك أحمد. وطبعا هناك استهداف للمستشفيات في بعلبك. قبل أن نبدأ بتحليل هذه الأمور العسكرية والسياسية، سنذهب أيضا لأن الجبهتين مرتبطتان تماما هذه الأيام أكثر من أي وقت مضى. نشاهد ماذا يحصل في غزة مع حمزة حماد، خصوصا أنه اليوم على ما يبدو في عمليات جديدة حصلت وعدوان جديد ويستهدف الآمنين من الطائرات مرة جديدة. حمزة، ماذا لديك حول ما يجري عندكم اليوم؟ نعم، مرحبا سامي. نحن نتحدث عن قصف إسرائيلي وقع قبل قليل في منطقة جباليا البلد، تحديدا في حي الجرن. هذا القصف الإسرائيلي الذي طال منزلا يعود لعائلة البطش، وأدى إلى يعني وصول إصابة إلى يعني مستشفى المعمداني في مدينة غزة. على مدار الساعة القصف الإسرائيلي لم يكتفي فقط باستهداف منازل المواطنين، إنما قد طال مراكز الإيواء مجددا، وأيضا كذلك هو الحال عمليات نسف لمنازل المواطنين في مناطق متفرقة، ومن أبرزها منطقة حي الصفطاوي التي تشهد عملية توغل من قبل آليات الاحتلال الإسرائيلي. بالعودة إلى مدينة غزة، أيضا كانت هناك ثلاثة يعني مجازر قد ارتكبت منذ مساء اليوم حتى هذه اللحظة. مجزرة وقعت في مخيم الشاطئ وأدت إلى اختفاء 5 شهداء جلهم من الأطفال، إضافة إلى أكثر من 10 إصابات تم نقلهم إلى مستشفى المعمداني، بالإضافة إلى مجزرة وقعت في شارع كشكو شرق حي الزيتون شرق مدينة غزة، وأدى ذلك إلى ارتقاء شهداء وإصابات وصلوا إلى مستشفى المعمداني، إضافة إلى يعني ما حدث قبل قليل وصول إصابة حرجة لطفل جراء يعني عملية استهداف من قبل الاحتلال الإسرائيلي في منطقة حي الجرن محيط جباليا البلد شمال مدينة قطاع غزة لأكثر من 9 أيام على التوالي من العدوان الإسرائيلي على منطقة جباليا بشكل خاص وعلى شمال قطاع غزة بشكل عام. نتحدث عن عمليات توغل وإطلاق نار متواصل من قبل آليات الاحتلال والطيران المسير الذي لم يفرق الأجواء سواء في منطقة سيد لاهية التي تطلق التي يسمع فيها إطلاق نار بشكل كبير، بالإضافة إلى إطلاق قذائف مدفعية تجاه منازل المواطنين، كما هو الحال أيضا في منطقة بحر النعجة التي تقع أصغر مخيم جباليا والتي يصعب الوصول إليها من قبل الطرق المستبدية بظل تقدم آليات الاحتلال وإطلاقها. شكرا لك. أنا يعني كنت أود أن نستمع أكثر ولكن الصوت يتقطع، ربما نعود إليك إذا استجد أي جديد. أرحب الآن بالعميد الركن دكتور حسن جوني، نائب رئيس الأركان العمليات في الجيش اللبناني سابقا ونجم الشاشات هذه الأيام في التحليل العسكري. وأيضا صار معنا أيضا النائب الدكتور ملحم خلف، نقيب المحامين سابقا، مؤسس جمعية فرح العطاء، وكما قلنا في البداية المعتصم منذ نحو 2 في مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية، وهو المطالب حاليا بمحاسبة إسرائيل على ما يصفها بجرائم الحرب أكان في لبنان أو في غزة. سأبدأ بالوضع العسكري عميد لو سمحت لي. عيت الشعب، اشتباكات اليوم بالرشاشات حتى قيل بالأيدي، يعني كانت قريبة من نقطة صفر، التعبير عن الالتحام يعني الالتحام مباشر. نعم. صح. يعني هو في تطور في العمليات العسكرية من ناحية طبعا الجانب الإسرائيلي، بداية هناك زخم جديد إلى حد ما وهناك تطوير في التكتيك المعتمد. يعني زخم من الجانب الإسرائيلي، زخم من الجانب الإسرائيلي، ولكن كان له رد يعني من جانب حزب الله حتى لا أفهم خطأ، ولكن هذا ما رفع حدة الاشتباك وقرب الالتحام. الجانب الإسرائيلي طور أهداف عملياته، انتقلنا نسبيا وفق ما نرى يعني وحسب ما نرصد، انتقلنا من مرحلة الاستطلاع بالنار التي كانت عنوان العمليات العسكرية في المرحلة السابقة إلى مرحلة التوغل والتسلل
باستهداف مرتفعات محددة على الحدود الأمامية وعلى التخوم الأمامية. يعني يبدو من اتجاه العمليات المتعدد والمتنقل من اتجاه إلى آخر هناك مناورة إسرائيلية معتمدة، والهدف هو مهاجمة مرتفعات على الحدود، ويبدو أنه تمهيد لماذا؟ تمهيد لي يعني دائما العمليات تمهد لدخول الجسم الرئيسي، التشكيل الرئيسي للدخول للدخول في هذه في العمق اللبناني. يعني ربما هذه الكيلومترات التي يريد أن يدخل بها الآن، فإذا الهدف هو مسك المرتفعات يعني. وبالتالي إذا بتلاحظ يعني محاولة التقدم عبر رامية بين رامية وعيت الشعب، وكان هناك بالمناسبة ربما محاولة خداع لأنه كان هناك قصف مدفعي تمهيدي على عيت الشعب مركز لمدة طويلة من الوقت، ولكن التقدم كان من ناحية رامية وكان الهدف تل مدور. ثم انتقل الاتجاه بشكل سريع إلى بليدة في الأعلى، صحيح، وكان الهدف هو مرتفع كنعان. فإذا هناك عملية تنقل وتبدل سريعة في الهدف من إرباك الجانب الآخر حزب الله، ولكن ما كان ينتظر الإسرائيليين دائما هو الأفخاخ والألغام. طيب سنتحدث عنها، ولكن اسمح لي، هل في تمركز للقوات المتوغلة قوات الاحتلال؟ يعني حين تدخل إلى بلدة هل تبقى فيها أم تناور وتخرج يعني بسبب ضربات شوف لا معلومات حزب الله؟ لا معلومات لدينا من الميدان، تعرف أنت الميدان الآن يعني معقد جدا ولا نقل للصورة بشكل دقيق، ولكن عندما يقول بيان حزب الله أننا استهدفنا المرتفع الفلاني فهذا يعني أن المرتفع الفلاني مسيطر عليها من قبل العدو. فإذا عندما يقول استهدفنا تل كنعان أو مرتفع كنعان في بليدة برشقات صاروخية، هذا يعني أن هذا المرتفع بات عليه جنود العدو، ولكن بكل الأحوال هذا المرتفع هو مرتفع قريب جدا من الحدود، ولا يعكس يعني تقدما أو توغلا ملحوظا. ولكن نعم هناك زخم إسرائيلي جديد، إنما هناك أيضا دفاع يعني مهم، لأن هناك إصابات برضو وهناك قتلى وجرحى بالأمس واليوم صباحا، ولا زالت هذه المواجهات مستمرة. وهناك تكتيك أيضا معتمد من قبل حزب الله بالمناسبة، يعتمد تكتيك الأفخاخ والألغام، عبوة ناسفة يليها اشتباك مباشر، وهذا يعني من أروع التكتيكات، أن تضع عبوة تصطاد العدو، تصطاد جزء من العدو ويأتي الاشتباك مباشرة والالتحام للإجهاز على ما تبقى. يعني هذا تكتيك مهم جدا في طيب. اسمح لي لأنه الآن نعم. في خبر أمني مهم أيضا، واسمح لنا معالي النائب أيضا، في مسيرة وصلت إلى حيفا جنوب حيفا، الإصابات تقريبا 39 إصابة. إذا كان معنا أحمد البديري ربما من هناك، إذا كان جاهزا يستطيع أن يحدثنا عن هذا الأمر الخطير على ما يبدو. أحمد إذا كنت معنا تفضل. أحمد، هذا الذي حدث لافت للانتباه. يعني هنالك العديد من المسيرات التي تطلق سامي خلال الفترة الماضية، ولكن هذه المرة باتت الأمور واضحة، مسيرة أطلقها حزب الله، عموما هما اثنتان، الأولى يبدو بأنها أسقطت في خليج حيفا، الثانية استمرت وتم تتبعها عموما بواسطة اللواقت وما إلى ذلك، ولكن عندما انفجرت لم يكن هنالك تفعيل السفارات الإنفار. أين انفجرت؟ في داخل معسكر للجيش الإسرائيلي لتدريب لواء جولاني، وهذا اللواء جولاني كما تعلم هو اللواء طبعا مشهور، هذا اللواء المشهور في القتال البري، وهو الآن جزء كبير من هذا اللواء الموجود أصلا في منطقة جنوب لبنان، والذي كان عموما في غزة وتم سحبه إلى لبنان، ولكن هذا المركز هو مركز تدريب إما لقوات الاحتياط التي تريد أن تستعد وذلك للمضي قدما في المعركة، أو للجنود الجدد الذين سوف يتم ضمهم إلى لواء جولاني، وهو يعني اللواء المشهور في القتال. يتحدثون في إسرائيل، اسمع مع الرقم، 39 إصابة، هذا رقم كبير جدا. يعني هذه المرة الأولى التي نسمع عن هذه الإصابة. نتذكر مسيرة سامي قبل عدة حوالي أسبوع، تلك المسيرة العراقية التي ضربت معسكرا للجيش الإسرائيلي، وبعد أيام صحيح. عرفنا بأن العدد كان 24. هذه المرة في جولاني كان مختلفا، لأنه واضح بأن الجنود قاموا بتصوير ما يجري وفضحت المسألة. اللافت لم يتم تفعيل سفارات الإنفار، يعني في خضم معركة هنالك جنود إسرائيليون في ساحة للتدريب
ويتم إطلاق مسيرة تقوم بضربهم، لم يتم تفعيل الصفرات الإنذار لكي يهربوا إلى الملاجئ الموجودة في قاعدة عسكرية. إليك سامي. أحمد، عدم تفعيل صفرات الإنذار ماذا يعني؟ إهمال أو إنه المسيرة اخترقت ذلك؟ هذا أمر أول. الأمر الثاني، هل من معلومات عن الإصابات؟ يعني ماذا أصابت بالضبط؟ هل من معلومات مفصلة ولا ما زال الخبر في بدايته الآن؟ صعب أن نقول إنه إهمال، لأنه كما تعلم بأن هذه الصفارات تعمل بشكل أوتوماتيكي، لا يوجد هنالك جندي إسرائيلي أو موظف يكبس زر وبالتالي يتم تفعيل الصفارات. الصفارات تعمل بشكل أوتوماتيكي، ولكن لأن الهدف كان معسكرا للجيش الإسرائيلي يبدو بأن لم ترد إسرائيل أن تظهر بأن هنالك خطر على الجنود، وبالتالي هذه منطقة محمية، وبالتالي كل الخسائر هي أماكن إما مفتوحة أو في المدنيين، أما المعسكرات هي بعيدة عن هذا الإنذار. القضية الثانية تتعلق في الـ يعني عدم تفعيل أيضا الدفاعات الجوية الإسرائيلية، وهذا لافت. يعني بالعادة المسيرات أولا هي أبطأ من الصواريخ، ولكنها لأنها تحلق على مدى أقل انخفاضا، وبالتالي من الصعب على الرادارات في بعض الأحيان التقاطها. ولكن هذه المسيرة تحديدا هذه المسيرة تم التقاطها من نهرية، يعني من رأس الناقورة، وهي تمر وتمر وتمر وتحلق، وتم التقاطها، لم تكن سرا على أحد، لا 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 لنا كصحفيين ولا للجيش الإسرائيلي. وفجأة تصل هذه إلى عمق ذلك المكان، طبعا جنوب حيفا في منطقة بنيامين حيث لواء جولاني، وتقوم بالإصابة، يتحدثون عن 39 إصابة. هل هنالك قتلى؟ لربما سوف ننتظر، لن يعلنوا الآن بأن هنالك قتلى، ليس هذا هو البروتوكول. طيب أحمد، في إسرائيل يعلنون هنالك إصابات، نعم، ثم يقولون إصابات خطرة. طيب أحمد، يعني أنت معنا على الهواء، ومن الصعب طبعا أن تدقق ببعض المعلومات، ولكن في معلومات تصلنا الآن عبر مواقع وبعض أيضا الأخبار من الداخل تقول أنه قد تكون أصابت أحد القيادات العسكرية الإسرائيلية. إذا تأكد مثل هذا الخبر، طبعا الهواء مفتوح، وابقى معنا الآن إذا بتريد، خليني أسأل العميد حسن جوني عن هذه المسيرة، ما هي أهميتها وكيف يمكن أن تكون وصلت إلى هناك؟ بانتظار ذلك، إذا استطعت أن تدقق بعض المعلومات، هل من إصابات فعلا بقيادات عسكرية؟ هل توفر أي شيء؟ سأكون معك بعد قليل. أحمد، ابقى معنا على الشاشة لو سمحت، تفضل. يعني المسيرات هي هذا السلاح الجديد الذي دخل الحرب الحديثة منذ حرب أوكرانيا ووصولا إلى الحرب في المنطقة، وكان ناشطا جدا في هذه الاشتباه المعارك والمواجهات، وهو سلاح رخيص يمتلكه هؤلاء المجموعات المقاومة أو المسلحين، تصنيعه بسيط جدا، وتم تطويره لناحية الشرائح الإلكترونية، الكاميرات، التحسس، وأيضا تزويده برؤوس أو انفجارات معينة أو يعني عبوات معينة، ما حولها إلى طائرة انقضاضية. هذه الطائرات إلى حد ما عصية عن منظومات الدفاع التي خصصت وصنعت من أجل الصواريخ البالستية أو الأقل نسبيا. أما الطائرات المسيرات وصولها إلى حيفا اليوم، وهي تسير لمدى طويل جدا هذه المسيرات، هناك يعني بحث عميق الآن في كيفية التصدي لهذه المسيرات. البعض في أحد الدول يعني اشتغلوا على تدريب النسور لكي تلتقط بمخالبها هذه المسيرات إلى هذا الحد، والبعض الآخر اعتمد طريقة إرسال شباك لتعطيل مراوح هذه المسيرات. يعني هناك فعلا بحث في هذا الموضوع، لأنها كما ترى تخترق السيادة الجوية رغم كل التدابير. طيب يعني المعنى العسكري لوصول المسيرة إلى حيفا، يعني هي تأتي عم تجي من العراق ومن من اليمن إلى حيفا وإلى تل أبيب، يعني من جنوب لبنان، ليس بالأمر المفاجئ. يعني هي تسير مسافات طويلة، ويمكن توجيهها وتحليق منخفض يعني دون مستوى الرادارات، يعني تمر بين المنازل والبيوت ولذا. طيب حين نتحدث اليوم عن 39 أو 39 إصابة كما نرى على الشاشة، ويعني هذا ليس اليوم الأول الذي يستهدف فيه حزب الله حيفا وتل أبيب وصفد وعكا، يعني بدأ يتوسع نطاق الحرب عملية. صحيح، يعني بدأ يتوسع وبدأ يعني يكون بدأ يستعيد إلى حد ما نشاطه الميداني حزب الله، بما
يحقق نسبيا يعني توازنا مع الاعتداءات الإسرائيلية ومع التفوق الإسرائيلي ومع العربدة الإسرائيلية خاصة مؤخرا يعني، وهذه النشوة التي يشعر بها القادة الإسرائيليون أعتقد أنها بدأت تمس الآن نتيجة هذه الضربات سواء بالبر من قبل المقاومة وحزب الله أو من خلال استهداف حيفا ووضع حيفا كمدينة كاملة تحت النار واستهداف أهداف جريئة مثل مصنع المتفجرات بحيفا وهو يعكس استهدافا نقطيا للصواريخ دقيقة، والآن هذه المسيرة في هذا العمق أيضا وفي تحقيق هذه الإصابات، معنى ذلك أن الهدف دقيق ومدروس. هذا يعني طبعا كله سيعيد التوازن نسبيا إلى قدرة حزب الله بالاستهداف. طيب، كنا هنا قبل أيام قليلة وكنت تحدثني عما صوره الهدهد التابع لحزب الله، هل هذا الهدف اليوم برأيك هو مما صوره؟ إذا كان الهدف جنوب حيفا لا أدري إذا كان فعلا هذا الهدف من الأهداف التي صورها الهدهد، ربما يكون لأنه معسكر، يعني هو معسكر تدريب للواء جولاني، ربما يكون من سلسلة هذه الأهداف، ربما لا ندري، ولكن بكل الأحوال كل الأهداف التي صورها هدهد يعني هي الآن يعني متوقع أن يحصل بها كما حصل في هذا الهدف أو كما حصل في الهدف الذي القبل، يعني صار في لائحة أهداف. صار في لائحة أهداف فعلا. طيب، نعود إلى أحمد، هل توفرت لديك أي معلومات جديدة؟ هل ثمت شيء جديد حول هذه العملية؟ يعني حول الضباط أو لغاية الآن لم يتم الإبلاغ عن أي ضباط رفيعي الرتب وما إلى ذلك. طبعا الحديث الآن عن فلافة إصابات خطرة جدا، هذا هو الذي يريدنا الآن، خطرة جدا، لك أن تفهم مآلاتها، خطرة جدا يعني حالة ميؤوس منها، يمكن أن يتم إعلان عن مقتل عدد منهم خلال ساعات، ولكن الضربة صعبة. هنالك طبعا غضب الآن عارم في إسرائيل، كيف لم يتم تفعيل صفارات الإنذار لأولئك الجنود الذين من المفترض بأنهم باكورة العمل العسكري الإسرائيلي والرمح الذي من المفترض أن يوجه إلى صدور الأعداء، وهم يقتلون الجنود في المعسكرات دون أن يتم توفير أي حماية لهم. وطبعا هذا سوف يتم متابعته. الذي فهمناه أيضا بأن بعض المصادر الإسرائيلية تقول بأنه تم الإعاز بوقف الهجمات على لبنان لحيث إعادة تقييم الذي جرى والخطأ الفادح الذي جرى ولماذا جرى هذا الخطأ وكيف استطاعت هذه المسيرات الانقضاضية الوصول إلى معسكر للواء جولاني. وردا على يعني سؤالك لضيفك الكريم، نعم الهدهد صورت كل شيء في منطقة الشمال بما فيها هذه المعسكرات وغيرها من المعسكرات، وعموما هذا الذي تم بثه من حزب الله، وهنالك صور لم يبثها حزب الله التي تستطيع أن تصل هذه المسيرات لأبعد من حيفا بكثير وتستطيع أن تصور. وعموما حتى المصادر الإسرائيلية كانت تقول بأنه موضوع التصوير وما إلى ذلك، يعني حزب الله قبل بداية الحرب كان من الممكن أن يقوم بمجموعة من التصوير لمثل هكذا أمور، فالحرب الاستخباراتية هي جزء هام من هذه المعركة سواء خلال المعركة أو من قبلها. طيب أحمد، كنا تحدثنا في مقدمة هذه النافذة عن منظومة الصواريخ الأمريكية ثاد، وأعتقد أنك جمعت ما يكفي من المعلومات لتحدثنا عنها، وسيعلق عليها سيادة العميد بعدك مباشرة. ما هي هذه المنظومة وهل يعني ستحمل جديدا في هذه الحرب؟ الرئيس بايدن أمر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بإرسال منظومة ثاد الأمريكية وهي مضادة للصواريخ البالستية. ثاد هو Terminal High Altitude Area Defense System، وهو مختصر مفيد، هي عبارة عن منظومة تستطيع أن تسقط الصواريخ البالستية على ارتفاعات شاهقة تصل إلى 200 كيلومتر فوق سطح الأرض. هذا يعني بأنها تستطيع أن تقوم بالإغارة على الصواريخ البالستية فوق المجال الجوي وطبعا تحت المجال الجوي بطبيعة الحال. يبدو أن الولايات المتحدة لا تثق الآن بأن صواريخ حتس الإسرائيلية تستطيع أن حماية إسرائيل، ولذلك سوف ترسل هذه المضادات، وهي المرة الأولى سامي التي يعلن فيها الجانب الأمريكي رسميا
إرسال جنود أمريكيين للمشاركة بالحرب فعليا مع الجانب الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر من العام الماضي لغاية الآن، لأن هذه المنظومة هي بحاجة إلى جنود أمريكيين سوف يقومون بتفعيلها. المنظومة الواحدة بتكلف بحوالي 1,100,000,000 دولار أمريكي، المنظومة الواحدة. طبعا لوكيد مارتن هي الشركة المطورة، نفس الشركة التي عملت F-35 التي من المفترض بأنها الطائرة التي سوف تقوم بقصف إيران، ولكن السياق هو مهم. إسرائيل تعرضت إلى ضربة صعبة في الأول من أكتوبر باعتراف إسرائيلي قبل أيام عموما بات واضحا بأن هنالك خسائر، واليوم تحدث عن 150 مليون شيكل كانت الأضرار نتيجة الضربة الإيرانية، والصور التي رأيناها بالنقب لضرب قاعدة إنفيتيم العسكرية، وهذا يعني بأن الصواريخ الإيرانية 200 صاروخ باليستي جزء منها سقط على المواقع العسكرية، ولذلك الولايات المتحدة ترسل بأهم وأحدث وأقوى منظومة دفاع جوي في الكوكب. لماذا؟ لأنه حتى منظومة S-300 الروسية لا تضاهي هذه المنظومة كما يقول الخبراء الذين يتعاملون مع هذه المسائل. اللافت بهذه المنظومة بأنها عبارة عن مجموعة من العربات تحكم إرسال رادار وقاذفة، كل عربة قاذفة فيها 8 صواريخ، طول الصاروخ حوالي 6 أمتار، يحمل 650 كيلوغرام وزنها، ولكن تتفاجأ سامي لا يوجد فيها رأس متفجر، وهذا غريب جدا. المنظومة ليست كالباتريوت أي أنها تصطاد الصواريخ وتفجرها، هي تعتمد على القوة النفاثة، أي أنها عندما تقترب من الهدف تفصل الجزء الأمامي من الجزء الخلفي، والجزء الأمامي بقوة الطرد بقوة القوة النفاثة هو الذي يقوم باصطياد الصواريخ البالستية. الولايات المتحدة لم تطور هذه المنظومة لإسقاط الصواريخ الإيرانية بل الصواريخ الروسية التي هي بلا شك يعني أخطر من ذلك بكثير من قبل الإيرانيين، ولكن يبدو بأن الولايات المتحدة سوف ترسل ذلك قريبا إذا لم ترسله أصلا، هذا يعني بضعة أيام على أقل تقدير، وبعد ذلك سوف تكون إسرائيل جاهزة للقيام بضربة لإيران. طيب أحمد يعني ابقى معنا، وأتمنى أيضا على ضيفنا من العراق السيد سرمد البياتي أن يبقى معنا قليلا، ونعتذر من النائب ملحم خلف لأن الوضع الأمني سبقنا في الواقع، سنعود معك إن شاء الله في الأيام المقبلة في حوار سياسي أهم. الآن آخر المعلومات أعزائي المشاهدين تقول إنه سكان صفد ومحيطها طلب منهم البقاء قرب الملاجئ، واللافت أن وسائل إعلام إسرائيلية تقول نحن أمام أصعب حدث منذ بداية هذه الحرب. نحن نعلم أنه في رقابة إسرائيلية لا تقول كل شيء عما يحصل، ولكن حتى الآن نحن نتحدث عن 40 إصابة في هذه المسيرة التي ضربت جنوب حيفا، ما يشي ربما بأنها قد تكون أصابت هدفا عسكريا مهما. عندك أي تعليق سيادة العميد على هذا الخبر أو على منظومة ثاد؟ يعني بالنسبة لهذا الخبر يعني إن شاء الله يكون له هذا التأثير كما تذكر وسائل الإعلام، بس الواضح طبعا أنه هذه المسيرة يبدو أنها أصابت هدفا قيما. هلأ ليس بالضرورة أن يكون المسؤول الإسرائيلي، ولكن حتى لو كانت قاعدة عسكرية وكان هناك إصابات بين الجنود والضباط، فإن دقة وصول الطائرة إلى هذه القاعدة العسكرية هذا يبشر بالخير بموضوع المواجهة بشكل عام بسياق المواجهة. اسمح لي ألا أدخل بالخصوصيات، ولكن جاءتك أخبار أمنية. نعم. بالأخبار الأمنية ما الذي أصيب؟ أنت عميد يعني وعندكم يعني أخبار أهم يعني منها. وردت لا يعني وردت أخبار أن هناك إصابة لشخصية عسكرية إسرائيلية رفيعة جدا، دون أن يعني دون أن ندخل لنتأكد من الموضوع حتى الآن، ولكن هناك معلومات عن إصابة شخصية عسكرية رفيعة. رفيعة يعني بقيادة الأركان مثلاً؟ نعم على مستوى عالي جدا. أوكي تفضل. بالنسبة لمنظومة ثاد فعلا يعني هي منظومة متطورة جدا في الدفاع في مجال الدفاع الصاروخي، وأعتقد أن تزويد إسرائيل فيها أو مساعدة إسرائيل فيها يعني لها بعد يتعلق بالأمن القومي الاستراتيجي أبعد من موضوع الأمن العملياتي. يعني هي طبعا إسرائيل تعجز عن حماية أجوائها بمفردها من أي هجوم صاروخي، وهذا الأمر حصل في أثناء الرد الإيراني الأول، عملية الهجوم الإيراني الأول عندما استعانت إسرائيل بكل منظومات
الحماية للدول المنطقة أو الدول يعني الولايات المتحدة وبريطانيا. استعانت بمنظومة ثاد أيضا؟ لا لم يكن منظومة، لم تأتي منظومة ثاد على ذاك، ولكن هناك يعني في على البوارج الأمريكية كان هناك تدخل لحماية يعني لمواجهة الصواريخ الآتية من إيران في ذاك الوقت، ولكن الآن هذه مشاركة مباشرة لقوات مسلحة أمريكية تعتبر على الأراضي الإسرائيلية، وهذا يعني مشاركة للقوى الأمريكية له أبعد من حدود الدعم الصاروخي تماما الذي تؤمنه هذه المنظومة. يعني هذا يعني أن المعركة مشتركة، يعني هذا يعني هذا المعركة مشتركة. أسألك عنه، هل الآن دخول هذه المنظومة على المعركة يعني أنه اقترب أكثر خطر مواجهة إسرائيلية إيرانية؟ صحيح، هو يعبر عن أن إيران أولا يدل على أن الهدف الذي تريد أن تستهدفه إسرائيل هدفا ربما يعني حرج جدا، ربما يستوجب ردا مباشرا من إيران، لذلك أتت هذه المنظومات لتكون جاهزة للرد على الرد الإيراني. فإذا من هنا يبدأ الاستنتاج أن الهدف الإيراني الذي ستستهدفه إسرائيل هو هدفا حرجا، وليس وربما لن يحتويه الإيراني، وبالتالي سيرد على ذلك. نعم، نحن على شفير يعني مواجهة كبرى وفق هذه المعطيات وهذه المؤشرات، رغم أن يعني التحليل الاستراتيجي للصراع في المنطقة ومخاطر الصراع إذا ما حصل يعني لا تأخذنا إلى هذا المستوى من المواجهة الكبرى، وخاصة عندما تدخل يعني نقاط تتعلق بالأمن القومي بالأمن العفو الإقليمي والدولي مثل مضيق هرمز وغيره. صحيح. يعني هذا يجعلنا نستبعد إلى حد ما كل هذا الانفجار الكبير، ولكن يعني ربما نكون على شفير مواجهة. عميد، عندك بعد قليل من الوقت معنا؟ نعم. طيب اسمح لي فقط أن أريد أن أسألك أيضا عن منطقة البقاع اللبناني، وإذا استجد أي خبر، يعني نحن مع مراسلينا معك أحمد البديري، إذا استجد أي جديد حول هذه العملية التي حصلت الليلة بالمسيرة التي أطلقها حزب الله من جنوب لبنان وضربت جنوب حيفا، وحديث عن 40 إصابة على الأقل حتى الآن، إذا توفرت أي معلومات فالهواء سيكون لك. وبعد قليل عميد سأسألك عن منطقة البقاع، هذا الشريط المستهدف ماذا يعني؟ فقط سنذهب إلى سرمد البياتي الباحث بالشؤون الاستراتيجية من العراق، لأنه أيضا كل هذه التطورات العسكرية تزامنت مع اجتماع مهم لوزيري خارجية العراق وإيران، وصدر بعده كلام يحذر الإيراني الولايات المتحدة الأمريكية من أنه لا توجد خطوط حمر، والتحذير جاء متعلقا بمنظومة ثاد التي ترسل أو تستعد أمريكا لإرسالها، ولكنه قال في الوقت نفسه نحن نريد السلام ونسعى للسلام ونحن بذلنا جهودا كبيرة لعدم توسيع نطاق هذه الحرب. العراق بدوره أكد على لسان وزير خارجيته أنه لن يسمح باستغلال الأراضي العراقية لمرور طائرات إسرائيلية لضرب إيران. لذلك نستضيف اليوم الأستاذ سرمد. أستاذ سرمد، يعني التعليق على هذه القمة، هل هذا يعني أنه الخطر مهاجمة إيران يزداد والعراق يحتاط لذلك الآن؟ تقطع الصوت قليلا، لكن أنا أقول لك بأنه إذا أريد نتكلم على مستوى الخطورة، تعرف أنت قرار الضربة الإسرائيلية على إيران قد اتخذ، لكن ربما هل هو قبل 5 نوفمبر انتخابات أم بعد 5 نوفمبر. بالنسبة إلى العراق كلامنا واضح، قرار الحرب والسلم هو قرار للدولة العراقية بسلطاتها الثلاث وفق الدستور وفق المادة 61 تاسعا. لا يوجد هذا اللي مع باتفاق ائتلاف إدارة الدولة اللي يشمل الكل بما فيهم الإطار التنسيقي. هذا موقف كان يكون موقف الحكومة العراقية والدولة العراقية. أنا أقول بأنه ربما تعرف أنت عراقي سيزور عمان ثم سيزور بعدها مصر، يعني لديه جولة مكوكية، ربما محاولة للتهدئة أو ربما إرسال رسالة بأنه هم سيردون إذا كانت الضربات قوية، لأنه لحد الآن
لا أحد يعرف هل هنالك ضربات متتالية أم ضربة واحدة وانتهى الموضوع أم لا. وكذلك نحن في العراق تعرف هم لديهم بنك أهداف 38 هدف داخل العراق أغلبيته من فصائل المقاومة الإسلامية. أيضا هذا الموضوع ربما يشكل خطورة معينة على الداخل العراقي، لكن لا أعتقد بأنه سيتسبب بجر العراق إلى مثل هذه الحرب. فيما يخص التانكرات، فيما يخص عمليات الإرضاع الجوي، تعلم أن هنالك أربع دول سيادية بين إيران وإسرائيل، هي سوريا، الأردن، سعودية، العراق. بالنسبة للطيران باعتباري متخصص وضابط قديم، ما يستفادون من عمليات الإرضاع إلا أن تكون غرب العراق أو شمال السعودية. غرب العراق هنا الفصائل تعترض على هذا الموضوع ويقولون إذا تمت هذه العملية فهي معناته أنه مشاركة العراق في هذه الضربة، أن نحن نعتبرها كذلك. أتكلم عن فصائل المقاومة الإسلامية، لكن أنا قلت يعني أصلاً إحنا قد لا نستطيع كشف الطائرات اللي موجودة، عندنا رادارات صح، لكن أكيد سيتم التشويش على هذه الطائرات. لدي ملاحظة بسيطة ما تخص أستاذ سرمد، لو سمحت لي يعني لكي يكون، اسمح لي فقط أن أطرح عليك سؤالا لكي يكون نقاشا بيننا وبينك ويكون ربما يتناول كل الأسئلة المطروحة، فقط بعض المعلومات الواردة الآن، حديث عن أنه 3 مسيرات هي التي استهدفت إسرائيل، واحدة اعترضت، الثانية انفجرت، والثالثة لم يفعل جهاز الرادارات، لم تفعل الرادارات حيالها. وأيضا أنه الجيش الإسرائيلي يحقق بكيفية وصول هذه المسيرة، ما يعني أنه الشكوك صارت شكوكا أمنية. وطبعا في حسب ما تشاهدون على الشاشة الآن تحليق مكثف للطيران الحربي في سماء تل أبيب، وهذا طبعا يعكس أيضا خطرا من أن ترد إسرائيل الليلة أو غدا على مناطق أوسع في لبنان. قبل أن أعود إلى الأستاذ سرمد، عندك أي تعليق حول احتمال مرور طائرات إسرائيلية فوق العراق؟ لأنه سرمد يقول أنه لن يسمح العراق، وبجميع الأحوال العراق ليس لديه القدرة على الاعتراض. يعني العراق الواضح من خلال تصريح وزير الخارجية العراقية اليوم أن العراق لا يريد الدخول في هذه الحرب، يعني من خلال تصريحه بشكل مباشر قال ذلك، وإذ قال أنه لا يسمح يعني بأجوائه أن تكون ممرا لأحد ولا يريد الحرب. ولكن يعني يجب أن نفهم موازين القوى هنا، هي التي تحكم وليست التصريح أو النوايا طبعا. طيب في سؤال ثاني استاذ سرمد اذا تسمح لنا، الفصائل العراقيه طبعا قريبه من ايران كما توصف، تكثف الهجمات ايضا ضد اسرائيل والاستعداد للحرب، على ما يبدو انه بغداد فصل. الوضع دائما اعزائي المشاهدين في مثل هذه الاوقات يعني بسبب انه لبنان في حاله حرب يقطع الاتصال، وهذا طبيعي. طيب في العودة إلى ما ذكر قبل قليل أنه في تحليق كثيف للطيران الإسرائيلي فوق تل أبيب، غريب هذا الأمر. الأمر الثاني أنه استهداف حيفا ب3 مسيرات الليلة، ما المتوقع من الرد الإسرائيلي برأيك بلبنان؟ يعني هلا بطبيعة الحال نحن في حالة حرب بين مع إسرائيل، وبالتالي هناك دائما يعني خطوات وفعل ورد فعل في الحرب. ولكن يعني إذا لا أعتقد أنه سيكون هناك رد فعل يعني عن نتيجة غضب أو انفعال، هناك دائما أمور مدروسة تدرس. ولكن ممكن خطوات يردوا على المدن كما يفعلون، ممكن يردوا على المدن، هم يستهدفون المدن هم يستهدفون الضاحية الجنوبية. حتى الآن بيروت خارج نطاق الاستهداف إلا في معرض الاغتيالات يعني أو محاولات الاغتيال، ولكن لا أعتقد أنه سيكون هناك يعني معادلات جديدة. نحن الآن في سياق حيفا مقابل الضاحية، هذه المعادلة التي يتم تكريسها حتى الآن. وحتى هذا الهدف، حتى هذا الهدف الذي اليوم تم استهدافه هو في محيط حيفا. طيب معنا على كل حال من حيفا وديع عوودة الباحث بالشؤون الإسرائيلية. مساء الخير أستاذ وديع. يعني اليوم على ما يبدو خبر خطير
أمنيا، ويقول بعض الإعلام الإسرائيلي أنه قد يكون الحدث الأخطر منذ بداية هذه الحرب مع لبنان. ما التفاصيل، ما المعلومات حتى الآن إذا توفرت؟ نعم، بالتأكيد على ما يبدو سيكتب المؤرخون أن هذه حرب المسيرات الأولى، وبما يتعلق بهذه العملية الآن بالتأكيد هي عملية نوعية، وحتى الآن يعني هناك معلومات جزئية في إسرائيل، ولكن الحديث يدور عن 40 مصاب بينهم على ما يبدو 3 قتلى وعدد كبير من الجرحى بجراح صعبة. والقاعدة العسكرية التي استهدفت جنوب مدينة حيفا في منطقة بنيامينة، وكانت هذه المسيرة قد نجحت في تمويه على ما يبدو المنظومات الدفاعية الإسرائيلية، خاصة وأنها تمتاز بالقدرة على التحليق في مرتفع منخفض، وبالتالي هذا يعيق عملية استهدافها، خاصة أن هناك أيضا أنباء تتحدث أن كانت قد سبقت العملية وتزامن معها عملية تضليل، ضرب كثيف للصواريخ في منطقة الشمال للجليل، طالت أيضا منطقة حيفا، مما جعل الأنظار كلها تتجه نحو شمال حيفا، وإذا بالمسيرة تأتي من جهة البحر. نجحت المضادات الجوية الإسرائيلية بإسقاط واحدة، والثانية نجحت وأدت إلى ما أدت إليه. بالتأكيد هناك حالة إرباك في إسرائيل وتساؤلات، خاصة وأن الحديث الأول يدور عن أن صافرات الإنذار أيضا لم تعمل، مما حرم هؤلاء الجنود الذين استهدفتهم هذه الطائرة من الاختباء في ملجأ لم تكن لديهم الفرصة لفعل ذلك، ولذلك هذا يفسر هذا العدد الكبير من المصابين، وهذا يضاف طبعا لعدد كبير من المصابين في لبنان نفسه، في جنوب لبنان حسب التسريبات الإسرائيلية من هذا النهار، ولذلك هذا يوم يعني مميز في هذا في هذه المواجهة بين حزب الله وبين إسرائيل. وهناك يعني أعداد كبيرة من سيارات الإسعاف، أكاد أقول كل سيارات الإسعاف في منطقة الشمال لجأت إلى بنيامينة، لأن هذا الحدث الأول من نوعه، هذا الكم الكبير من الجنود، وخاصة أن العملية استهدفت منطقة عسكرية، قاعدة عسكرية، وهذا يزيد من حالة البلبلة وحالة الحرج والإرباك داخل إسرائيل. نعم صحيح، وأنا أتحدث إليك الآن قبل دقيقتين كانت حركة نشطة للطيران الإسرائيلي في السماء، على ما يبدو أن ربما هذه محاولة للإثار والانتقام، وخاصة وأن يعني هذا الكم الكبير من الطائرات لم يكن مألوفا في الليالي السابقة أو في الأيام السابقة، علما أن الطائرات الإسرائيلية في مثل هذه الحالات أيضا تحاول أن تعطي نوع من الإطمئنان للإسرائيليين، لأن المعركة تدور على الوعي أيضا وعلى المناعة وعلى منسوب المعنويات، لأن لك أن تتخيل حينما تسقط طائرة مسيرة. أستاذ وديع، اسمح لي بالمقاطعة، لأنك قلت مجموعة من المعلومات المهمة جدا في الواقع. أولا الاستهداف فعلا لمنطقة عسكرية، أنه بين الإصابات مجموعة كبيرة من العسكريين، أنه كانت هناك طائرتان مسيرتان وليس مسيرة واحدة هي التي أو هما اللتان قطعتا المسافة. الأمر الآخر وهذا مهم، أنه لا صفارات الإنذار عملت ولا أيضا الرادارات، وهذا فعلا مفاجئ بالنسبة للمسألة العسكرية أو الجانب العسكري. نعم قبل قليل يعني، نعم صحيح، استمعت إلى بعض العسكريين السابقين العاملين في منظومة سلاح الجو الإسرائيلي في السابق، ممن يرجحون أن الحديث يدور عن طائرة من طراز جديد لم تستخدم من قبل حزب الله من قبل ذلك، وهي من صنع إيراني ولا يعرفها الجيش الإسرائيلي، وتمكنت حسب ما قال حسب هذا الترجيح أنها كانت تسير بموازاة ساحل البحر في منطقة الخديرة جنوب مدينة حيفا، وبشكل مفاجئ أخذت بشكل حاد جدا باتجاه اليسار وانقضت على هذه المنطقة المستهدفة. أنا كنت في الصدفة عائد للتو من مدينة نابلس، وكنت على مسافة يعني قريبة جدا هوائيا بضع كيلومترات قليلة، وشاهدت أن صاروخا قد انطلق من الجو على ارتفاع ليس كبير، لكني لم أتمكن من فهم ما حصل. وعلى ما يبدو أن هذه التقارير التي تتحدث عن استهداف المكان من خلال صاروخ أطلق من المسيرة قبل أن تخر منتحرة على المكان، على ما يبدو هذا صحيح، ولكن مرة أخرى لست عسكريا لكنني أقول ما شاهدت خلال هذه اللحظات في التزامن مع هذا الحدث، كان هناك وميض كبير في السماء قبل أن يقع الانفجار على الأرض،
على ما يبدو أن الطائرة المسيرة كانت تحمل صاروخا موجها قبل أن تنزل منتحرة، على ما يبدو مرة أخرى. أنا أضيف ما شاهدت وأضيف ما جاء على لسان بعض العسكريين الإسرائيليين في هذا الخصوص. طيب أستاذ وديع، إذا ابقى معنا إذا تسنى لك الوقت، سأعود إلى أحمد البديري. يبدو أنه توفرت لديه معلومات جديدة. فقط أختصر ما قاله الأستاذ وديع، أنه نجح حزب الله في عملية تمويه في إرسال هذه المسيرات، ربما الحديث عن مسيرتين أو ثلاث، أيضا الإصابة في قاعدة عسكرية، في إصابة عدد من الجنود، أنه لا الرادارات ولا صفارات الإنذار أطلقت، وأنه الآن هناك تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي في سماء تل أبيب. أحمد لك الكلام، ماذا توفر لديك من معلومات جديدة حول هذا الحدث؟ حسب المصادر الإسرائيلية فإن هنالك قتيل إسرائيلي، جندي إسرائيلي قد قتل نتيجة هذه الهجوم من قبل المسيرة اللبنانية، وهنالك ما تزال 4 حالات في المستشفيات الإسرائيلية متنوعة والتي تم نقلها إلى عدة مستشفيات، وذلك من قبل الإسعاف الإسرائيلي. العدد وصل طبعا إلى 39 إصابة، جزء منها كما تحدثنا 3 إلى 4 حالات خطيرة جدا، ولكن الآن يتم الحديث حول مقتل جندي إسرائيلي. الجيش الإسرائيلي أعلن قبل قليل أيضا بأنه سوف يفتح تحقيقا لماذا لم يتم إسقاط هذه المسيرة. الجيش الإسرائيلي يريد أن يعرف كيف المنظومة الخاصة بالدفاعات الجوية فشلت في اعتراض هذه المسيرة رغم معرفته بوجودها وبتحليقها وبمسارها، ولكنه فشل في ذلك. وأيضا ما زال التحقيق سوف يكون حول لماذا لم يتم إطلاق صفارات الإنذار في داخل القاعدة العسكرية. لماذا هذا التطور لافت سامي؟ لأننا نتحدث أنه هذه المعركة كان من المفترض دائما أن تكون بين مواقع عسكرية ومواقع عسكرية، وعلى الأقل في بداياتها كانت تحمل هذا الرمز، وإن كان الرمز طبعا في البداية أقصد في العام الماضي، يعني عندما كنا في 7 أكتوبر من عام 2023، ولكن رويدا رويدا بدأت العملية تحمل صبغة مدنية، تحديدا في الأيام الماضية والأسبوع الماضي عندما تم استهداف الضاحية والبقاع والنبطية، وبعد ذلك استهداف مناطق مثل حيفا وصفد بشكل مباشر للمناطق المدنية. ولكن الآن تأتي الضربة بالعسكريين، وهذا طبعا يؤثر على نفسية الجنود. يعني معسكر للجيش الإسرائيلي للتدريب يتم استهدافه بمسيرة معلوم بأنها تحلق ودون إنذار ودون أن يكون هنالك احتياطات بهذه المسألة، وهذا يعني بأن هذه المنظومة، منظومة المسيرات التي من المفترض بأنها بدائية على الأقل ويمكن اصطيادها، ليست سريعة كالصواريخ، ومع ذلك تفشل. وهذا يذكرنا في بداية حديثنا هذه الليلة عندما تحدثنا بأن أيضا الجيش الأمريكي لا يثق بمنظومة حتس لاعتراض الصواريخ الإيرانية، وهذا يشكل الآن ثقلا سياسيا وعسكريا داخليا على الجهاز العسكري الإسرائيلي في موضوع الدفاعات الجوية بهذا الفشل. وهذا ثاني فشل عسكري، الفشل الأول كان بالمسيرة العراقية، وهذا طبعا ما أعلن، لربما هنالك مسيرات عديدة ضربت المعسكرات ولكن لم يعلنوا ذلك. وعموما سامي هم غير مضطرين أن يعلنوا. طيب أحمد، يعني الجيش الإسرائيلي غير مضطر يقول للإعلام بأنه تم استهدافها في مسيرات للمعسكرات الإسرائيلية. نعم. طيب أحمد ابقى معنا لو سمحت، لا تغادر، لأنه لدي بعض الأسئلة أطرحها عليك أيضا وعلى سيادة العميد، ولكن لنرى من قلب حيفا كيف يبدو المشهد مع مراسلنا رازي تطور. رازي، ماذا توفر من معلومات لديك حول هذا الحدث الذي يصفه الإعلام الإسرائيلي بأنه قد يكون الأخطر، خصوصا أنه الآن نتحدث عن 39 أو 40 إصابة، 4 حالات حرجة، 3 خطرة، 14 متوسطة، يعني قد تكون حصيلة الذين قتلوا أكبر في الساعات المقبلة. ماذا توفر لديك من معلومات؟ نعم سامي، حادثة توصف بالخطيرة في العمق، دقيقة جدا غير مسبوقة. نتحدث عن حصيلة أولية تقريبا 40 جريحا، بينهم فعلا كما أشرت حالات خطيرة وحرجة، على ما يبدو ويتضح أن هناك عدد منهم أو معظمهم من أي الجنود، غير واضح إذا كانت فعلا هذه المسيرة وصلت إلى قاعدة عسكرية. عموما الجيش الإسرائيلي بطبيعة الحال سيتكتم حال أن اتضح ذلك، ولكن أيضا في المقابل نتحدث عن تقريبا مسيرة
سفيرتان أخريتان تم اعتراضهما قبالة خليج حيفا من قبل الجيش الإسرائيلي كما أعلن. وبالتالي أيضا قبل قليل أعلن مستشفى الخضيرة جنوب حيفا عن مقتل أحد هؤلاء الجرحى، ونتحدث عن حصيلة تقريبا 40 جريحا على ما يبدو معظمهم من الجنود. وهذه المسيرة وصلت إلى قاعدة عسكرية، ليست المرة الأولى التي تصل هذه المسيرات إلى قواعد عسكرية، حتى أيضا عتليت في أوقات سابقة جنوب حيفا. الجيش الإسرائيلي يقول أنه يحقق في مسار هذه المسيرات، على ما يبدو كان سربا من المسيرات سار على نحو واسع دون اعتراضه بأريحية كبيرة رغم حالة الاستنفار الجوي. أيضا هذا حصل قبل أيام قليلة في هرتسلية جراء وصول هذه المسيرات. تثبت هذه المسيرات أنها تستطيع وقادرة على الوصول إلى أي نقطة وإلى أي عمق، وبحيث أن الجيش الإسرائيلي ينشر ليس فقط المقاتلات الجوية لاعتراض هذه المسيرات، إنما أيضا دفاعات جوية في الماء وفي البحر، وهذه المسيرات تتخذ مسارا أيضا من خلال البحر، وبالتالي نتحدث عن عمق كبير يتخطى 50 كيلومترا. وأيضا كذلك كان قد شكى جنود إسرائيليون من قصور للجيش الإسرائيلي من حمايتهم جراء مسيرات أيضا عراقية. يعني يلاحظ تطور لهذه المسيرات، يبدو أن هناك جيل جديد يستخدم في هذه المرحلة لهذه المسيرات رغم حالة الاستنفار الجوي. وبالتالي أيضا الجيش الإسرائيلي كان قد قال أنه يحقق في حادثة سقوط الصواريخ دون اعتراضها قبل أيام في كريات شموني، حتى اللحظة لم يقوم بإفادة الجمهور الإسرائيلي بأي أجوبة شافية. قال أنه يحقق في كيف وصلت المسيرات إلى هرتسلية، وحتى اللحظة لم يقوم بإفادة الجمهور الإسرائيلي بأي نتائج حول هذا التحقيق. والآن أيضا يقول في هذه المرحلة أن هناك تحقيق لهذه المسيرة التي وصلت أيضا إلى جنوب مدينة حيفا، وربما يعني نحن ننتظر، ولكن الجيش الإسرائيلي عادة ما يتكتم عن إصاباته وخسائره في القواعد العسكرية. طيب رازي، أيضا ابقى معنا لأنه أيضا أسألك بعض الأسئلة لو تفضلت، وليبقى ضيوفنا وأيضا المراسلون معنا على الشاشة، لأنه الحدث كما تلاحظون ليس سهلا. بعض المعلومات تقول أنه قد تكون هذه المسيرات جديدة ودخلت حديثا على خط المواجهة، لذلك لا تعرفها إسرائيل. وكما يتبين أن كما قال رازي المسألة ليست مسألة طائرة وإنما سرب، وهذا ما أكده بيان لحزب الله صدر قبل قليل. إليكم ما يقوله ولماذا أطلق هذه المسيرات. يقول بيان حزب الله: دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة ودفاعا عن لبنان وشعبه في إطار سلسلة عمليات خيبر وردا على الاعتداءات الصهيونية وخصوصا على أحياء النويري والبسطة في العاصمة بيروت التي استهدفت قبل أيام وباقي المناطق اللبنانية، وردا على المجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني، وبنداء لبيك يا نصر الله نفذت المقاومة الإسلامية مساء اليوم الأحد عملية إطلاق سرب من المسيرات الانقضاضية على معسكر تدريب للواء جولاني في بنيامينة جنوب حيفا. إن المقاومة الإسلامية ستبقى حاضرة وجاهزة للدفاع عن بلدنا وشعبنا الأبي والمظلوم، ولن تتوانى عن القيام بواجبها في ردع العدو، والله على كل شيء قدير. سيادة العميد، يعني استهداف مقر للواء جولاني، عملية. نعم، يعني تطور عسكري ليس سهلا بالنسبة لإسرائيل. نعم، تطور عسكري مهم، يعني يدخل في سياق المواجهة لناحية الاستهداف، الهدف البعيد في العمق جنوب حيفا، طبيعة الهدف ونوعيته، دقة الإصابة، وربما نوعية المسيرات. يعني يجري الآن الحديث عن نوعية جديدة ربما من المسيرات التي استطاعت أن تخرق هذه المنظومات الدفاعية الإسرائيلية على امتداد هذا المسلك الذي سلكته وصولا إلى هذه النقطة. طبعا يعني هناك مفاجآت، الحروب هي مساحة مفاجآت، ويبدو أن حزب الله يستعيد قدراته شيئا فشيئا مع يعني مرور الساعات. نجد دائما هناك تطور وارتقاء في مستوى العمليات التي يقوم بها حزب الله، سواء على صعيد المهاجمات البرية، يعني العمليات الدفاعية التي يقوم بها، المواجهات، على صعيد استهداف القواعد العسكرية في الشمال الإسرائيلي، وعلى صعيد التطور الذي حصل الآن في الوصول إلى حيفا وفي جنوب حيفا تحديدا، من يعني من ناحية استهداف اللواء جولاني وتحقيق هذه الإصابات. يعني نوعية المسيرة وحجم المتفجرات التي تحملها ودقة الإصابة كلها معطيات جديدة تضاف إلى
وقائع الميدان يقتضي التوقف عندها لفهم أو قراءة أو تقييم الموقف وإعادة تقييم الموقف القتالي بين حزب الله وإسرائيل. هيئة البث الإسرائيلية تقول قبل قليل أعزائي المشاهدين أنه عدد الإصابات ارتفع إلى 67، هذا يشير إلى أنه العملية ليست سهلة أبدا، وقد تكون كما قال الإعلام الإسرائيلي الأخطر منذ بداية المجابهات. وأيضا إذاعة الجيش الإسرائيلي تقول أنه حزب الله نجح في خداع المنظومة الأمنية الإسرائيلية، حيث أطلق رشقة من الصواريخ متزامنة مع إطلاق هذه المسيرات. على كل حال، كل التحليلات حتى الآن التي تصلنا تتحدث عن النجاح في تمويه الدفاعات الإسرائيلية، وبعض المعلومات تقول كما قال العميد أنه ربما هذه مسيرة جديدة. أعود إلى رازي. رازي تطور، عندك جديد على ما يبدو في حيفا؟ نعم سامي، حصيلة جديدة ترتفع إلى 67 جريحا، يتضح أن هناك فعلا استهداف لقاعدة عسكرية ولقوات جولاني، قوات النخبة، وهذا تطور يعني غير مسبوق، خطير جدا. هذه الحصيلة أيضا غير مسبوقة خلال هذه المواجهة، على مدار هذه المواجهة مع حزب الله، تثبت قدرات، وعلى ما يبدو أن فعلا المسيرات صارت بمسار معقد حتى وصلت إلى هذه النقطة. نتحدث يعني، أنا أريد أن أنوه إلى نقطة هامة جدا، الجيش الإسرائيلي يغدق هذه المنطقة، مدينة حيفا وجنوبها، كونها أيضا تضم قواعد حساسة جدا واستراتيجية، أيضا حتى فرقة الكوماندوز البحرية في عتليت والتي أيضا سبق وأن وصلت إليها مسيرات حزب الله في أوقات سابقة، يغدقها جدا بالدفاعات الجوية رغم حالة الاستنفار الجوي. أيضا نحن نلاحظ منذ أيام طويلة الطيران الحربي، المقاتلات الجوية التي تم تخصيصها للتصدي لأسراب المسيرات لا تفارق الأجواء، أيضا في كذلك مناطق أخرى مثل المدن المركزية، أيضا تل أبيب، جراء أيضا وصول مسيرات في أوقات سابقة أيضا إلى هرتسلية. نتحدث عن هجوم نوعي دقيق جدا على قاعدة كما يتضح شيئا فشيئا، وحصيلة كبيرة جدا جدا. في المقابل نتحدث أن المشهد الذي كان أيضا بارزا اليوم سامي، استمرار نقل المروحيات العسكرية الإسرائيلية من جنوب لبنان لعدد من الجرحى والجنود، نتحدث عن حصيلة التي كشف عنها حتى اللحظة 25 جنديا، هذا بالإضافة إلى الحدث الأخير، يعني كم هائل من الخسائر هذا اليوم سجلت ألحقت بالجيش الإسرائيلي عمليا، عمليات اشتباكات في جنوب لبنان، أيضا عمليات يبادر إليها حزب الله لدك تحشيدات الجيش الإسرائيلي قرب المناطق الحافة الأمامية، وأيضا كذلك يذهب بعيدا باستهداف القواعد العسكرية البعيدة في العمق عن لبنان. نتحدث عن حصيلة كبيرة في هذه الأثناء، توصية لسكان أيضا مدينة صفد ونواحيها بالبقاء قرب الملاجئ، كون أيضا هناك توقع بمزيد من الصليات الصاروخية، نتحدث تقريبا عن أكثر من 150 صاروخا أطلق على كل المنطقة الشمالية التي كانت في مرمى نيران حزب الله، ونتحدث أيضا وصلت خليج حيفا، وأيضا هذه المسيرات التي تخطت ما بعد حيفا سامي. نعم طيب، إذا كان الأستاذ وديع العواودة ما زال معنا، أستاذ وديع معنا؟ نعم تماما معك. نعم طيب. أسمعك يا أستاذ وديع، لو سألتك عن لواء جولاني، يعني هذا مخيم لتدريبه، ما هي أهميته ووصول مسيرة لحزب الله فوق هذا اللواء وإصابة 67 شخصا على ما يبدو الآن؟ هذه العملية طبعا ستكون خطيرة وانعكاساتها خطيرة، ما هو لواء جولاني، ما هي أهميته؟ نعم، أولا يعني بما يتعلق بلواء جولاني ولواء عريق في الجيش الإسرائيلي، كان قد تشكل منذ أن تشكل الجيش الإسرائيلي غداة النكبة عام 48، ويعتبر هو العمود الفقري للجيش البري لسلاح البر في إسرائيل، وكانت إسرائيل طالما تفاخر بهذا اللواء بأنه صاحب الانتصارات والذي كان له الباع الطويل في حرب 67 ثم لاحقا في حرب 73، حرب لبنان الأولى ولبنان الثانية، وكانت يعني مجموعة كبيرة من الأوساط الإسرائيلية حينما تتحدث عن القوة الإسرائيلية تتحدث بالتحديد عن هذا اللواء بسبب يعني عملية اختيار الجنود بشكل دقيق أكثر من بقية الألوية، والحديث يدور عن لواء كما قلنا عريق وصاحب تجربة كبيرة، لكن هناك عوامل أخرى تؤدي إلى
تحويل هذه العملية للنوعية نوعية تربك إسرائيل في هذه اللحظات. وأنا أقرأ ما بين الكلمات والسطور وفي قراءة يعني ذاتية لي. أولا التوقيت، كانت لدى إسرائيل بعد نجاحات يعني كثيرة في لبنان بالاغتيالات وعملية تفجير وسائل الاتصال وما إلى ذلك، كان هناك انطباع في إسرائيل كأن إسرائيل قضت على حزب الله، وأن يعني كان البعض يكاد في إسرائيل حتى في المستوى الرسمي بالمستويين السياسي والعسكري يكاد يطلق ألعاب نارية احتفالا بهذا النصر التاريخي. صحيح. المظفر الكبير، حتى ما جاءت هذه العملية الآن، وطبعا سبقتها عمليات في هذا الصباح، في الأيام الأخيرة بدأ الشك يصارع اليقين في إسرائيل عما إذا كانت الرواية الإسرائيلية صحيحة. مثل هذه العملية بالتأكيد تؤدي إلى خلط الأوراق بالكامل وتصيب وعي الإسرائيليين في يعني في حالة لا أقول تشظي، ولكنها تزعزع الثقة بالرواية الإسرائيلية الرسمية بأن المعركة انتهت، ليبدو أن حزب الله ليس فقط قادرا على الرد إنما يرد في مكان وفي زمان لافتين، بالإضافة إلى العدد الكبير من الجنود. لك أن تتخيل أن الحديث لا يدور عن المدنيين. أنا شاهدت بعض الصور التي يعني لم تنتظر واضح على العسكريين أكثر اليوم. نعم نعم، وهذا هو الخطير أستاذ وائل. نعم تفضل. كانت بعض يعني غرف الأخبار في التليجرام الإسرائيلية قد نشرت قبل قليل مشاهد غير مسبوقة، أكاد أقول حالة من الفوضى وحالة إرباك شديد مربكة. وكانت يعني إدارة مثل هذه الغرف الإخبارية في التليجرام قد نوهت أنها عملت على اجتزاء هذه الصور لبشاعتها كما قيل، وهي بالتأكيد يعني تضيف إلى حالة الإرباك، وهذا ربما يؤجج المزيد من النقاش في إسرائيل حول الرهان فقط على القوة وعلى الغطرسة وعلى الغرور. وقرأنا في الأيام الأخيرة بعض المقالات من المراقبين العسكريين وبعض العقلاء في الجيش الاحتياط ممن يقولون إن هذه الحكومة تذهب بإسرائيل إلى الهاوية. طيب شكرا لك أستاذ وديع عواودة على كل هذه المعلومات وهذا التحليل. وطبعا نناقش نحن الوضع العسكري الآن لأنه فرض نفسه وغيرنا الكثير من ضيوف هذه النافذة، نعتذر ممن يعني غيرناهم لأنه الوضع العسكري فرض نفسه ولابد من متابعته، ولكن سنقرأ بالسياسة أيضا ماذا يعني هذا الهجوم الليلة. وبعد أن أعود أرحب بضيوفي هنا، نرحب الآن من رام الله بعبد الفتاح دولة الناطق الرسمي باسم حركة فتح في الضفة الغربية. أستاذ عبد الفتاح أهلا وسهلا بك ضيفا عزيزا على البرنامج. أول تعليق عندك على هذه الضربة التي نفذها حزب الله على لواء جولاني الليلة، وهناك ما لا يقل عن 67 جريحا جزء منهم حالتهم خطرة، ماذا يعني هذا الأمر؟ لك التحية بداية سيدي العزيز لضيوفك للمشاهدين الكرام. هذا يعني أن القادم ربما يكون أخطر بكثير مما نتخيل. هذا يعني أن نتنياهو وعقليته العسكرية، هذه العقلية التي تريد أن تفرض منطق القوة لتجعل من نفسها ولتعيد لنفسها الاعتبار أنها لا تزال القوة المؤثرة في المنطقة، هي تقود المنطقة إلى خطر، وبما يمس الأمن والسلم في كل المنطقة وكذلك بما يؤثر على العالم أجمع. نتنياهو خطر كبير اليوم على العالم، خطر كبير على الأمن والسلم العالميين، خطر كبير على المشروع الفلسطيني، وخطر كبير على شعبنا في لبنان الشقيق الذين يتعرضون هم أيضا لمجازر إبادة جماعية. يعتقد نتنياهو لربما أن بيده أن يمسك الأوراق جميعها، ويعتقد آخرون أن الأمور لربما تكون تحت السيطرة، ولا أحد يدرك أنه أمام عقلية نتنياهو ومشروع نتنياهو الذي تحدث به صراحة عندما بدأ عدوانه على لبنان، عندما قال نحن ذاهبون لنغير الشرق الأوسط تماما، عندما كما دخل على قطاع غزة في 7 أكتوبر وقال أنا ذاهب للقضاء على حماس، بينما تبين أنه دخل قطاع غزة والضفة الفلسطينية ليقضي على القضية الفلسطينية. ولذلك نحن أمام مشروع كبير، وأمام هذا الفعل العدواني الذي يمارس نتنياهو في كل لحظة ممكن أن نكون أمام تطور خطير يقودنا إلى حرب واسعة، ولربما نجد أنفسنا أمام هذا التهور وهذا الجنون أمام حرب عالمية لربما تحرق الأخضر
واليابس بفعل الصمت الدولي الذي لا يقوم بأي فعل حقيقي لوضع حد لهذا العدوان قبل أن يندلع أكثر بأكثر. ولذلك لا يعتقد نتنياهو مهما ملك من قوة أن الآخرين ليس لديهم ما يقومون به، وأن الأمر ليس نزهة، وأن استمرار العدوان من شأنه أن يحدث ردودا قد تكون يعني أو قد تؤدي إلى اتساع ساحة المواجهة وحدتها. كلامك مهم جدا أستاذ عبد الفتح الفتاح، ولا شك أنه الضفة الغربية ربما الناس تقول أنه بسبب 7 أكتوبر إسرائيل قامت بكل ما قامت به، بسبب أنه حزب الله فتح الجبهة قامت إسرائيل بما قامت به. لكن حين ننظر إلى الضفة الغربية نلاحظ أنه فيها حتى الآن 716 شهيدا، فيها أكثر من 5500 جريح، فيها عدد المعتقلين منذ بداية الطوفان حتى اليوم أكثر من 11200 معتقل فلسطيني في الضفة، وطبعا هناك إغلاق للضفة والقدس منذ بداية الطوفان. طيب، لكي لا نتأخر على ضيفنا الأستاذ سرمد البياتي الخبير الاستراتيجي، كنا نود الحديث معك أكثر عن الاجتماع العراقي الإيراني، ولكن الآن الوضع العسكري فرض نفسه. ما هو تعليقك على ما يحصل في حيفا الليلة وعلى هذا الهجوم الذي نفذه حزب الله؟ أنا سأقول لك شيئا. بداية هذا الهجوم يعتبر نوعي. إذا تم تحليل الموقف، اولا هنالك قد تكون قيادات جديده، قيادات بديله في حزب الله بعد القيادات اللي تم استهدافها. ربما هذه القيادات لديها رؤيه معينه، كثير ما كان يحصل عندنا بالجيش عندما ياتي قائد معين، عندما ياتي بديل الي او انا اتي او هذه احاول ان انجز اعمالا او اعمل اعمالا يعني مختلفه عن بقية القيادات. هذا الاحتمال المهم. الاحتمال الآخر، نحن لدينا نعلم جيدا أنه الارتفاعات المنخفضة من الصعب التقاطها. الآن في العراق لدينا عقد مع فرنسا 12 رادار منخفضة التردد، هذه تكشف الأهداف الواطئة. التمويه العالي بالعملية يعني يعطيها عملية بمستوى نوعي عالي جدا، ربما سيعقبه اتجاهين، أما زيادة الغارات على الضاحية الجنوبية أو وقف الغارات، لأن إذا كانت الخسائر موجعة ربما يعني على العلم أنا لا أميل للاحتمال الثاني، ربما قد يقومون بعمليات انتقامية. طبعا هم أكثر شيء ضرب المدنيين يعني، وهذا خطأ يعني. احنا نشوف حزب الله دي يستهدف الأماكن العسكرية في حيفا وغير حيفا. ضربة حيفا اليوم كانت مهمة، ربما أتوقع ستكون هنالك ضربات أخرى مباشرة بنفس مستوى هذا العمل. يعني نتنياهو يصطاد الأهداف بأموال طائلة، بينما حزب الله يصطاد الأهداف بأموال بسيطة. يعني بالمناسبة يعني هذه المسيرات أغلبها فايبر جلاس ولا تحمل كمية عالية من المتفجرات. وأقول لك شيئا، عفوا إذا كنت تسمعني، هل تسمعني؟ أسمعك طبعا، طبعا أسمعك ونستفيد من معلوماتك. أكمل تفضل. نعم، أنا سأقول لك شيئا قد تستغرب عليه جدا. في سنة 88 في معاركنا بين العراق وآدم، يعني أنا طبعا كلها كنت في جبهات القتال اعتبار صنفي درع يعني دبابات، ففوجئت في إحدى المعارك سنة 88 بالضبط، كانت المعركة في منطقة الشلامشة في البصرة، ما كنا نعرف شيء اسمه طائرات مسيرة، ما كنا نعرف مثل هذا الشيء. وإحنا يعني على الساتر الأول رأيت يعني فشيء طائر بالسماء، يعني انطيت القيادتي انه ما هذا الشيء، قالوا هذه طائره بدون طيار، هذه يابا ما نعرفها يعني ما شايفها اني بالمعركه. فلذلك ايران من ذاك الوقت متطوره في هذا الموضوع وازدادت تطويرها في هذا. لذلك شوفها هي مع تركيا الان يتسابقون في هذا الموضوع.
يعني هذا اللي لمسته. أنا قلت لك بال 88 قبل 36 سنة أو 46 سنة أعتقد أو 36 سنة عفوا زين، هذه رأيتها بأم عيني. فلذلك يعني أتوقع تعرف طيب. استمروا يطورون مثل ما طوروا الآن عندهم الخرادات الباور اللي مشابه إلى الاس 300. فلذلك صحيح. هذا الموضوع يعني أنا أعتقد شكراً. ربما سيكون هنالك تطور في الحرب. نعم نعم. طيب سيادة العميد حسن، دكتور حسن جوني، الآن في سؤال أيضا يطرح عسكري، أنه بعد أن أصيب حزب الله بضربات قاسية يعني اغتيال أمينه العام، مجموعة قادة الرضوان، تفجير البيجر، ونراه الآن يشن ضربات قاسية ضد لواء جولاني العسكري، الاشتباكات من على مستوى صفر، تفجير عبوات في الجنوب. السؤال المطروح، من الذي يقود عسكريا الآن؟ يعني كأنه لم يكن له علاقة بكل ما حصل، أو تجددت القيادة برأيك؟ قبل أن أجيب على هذا السؤال دعني أقول أن الهدف الذي استهدفته هذه المسيرة هو ليس مجرد جنوب حيفا، هو بعيد يعني أعتقد بعيد حوالي 30 كيلومتر جنوب حيفا، وبالتالي يعني هذا عمق ملحوظ يعني أكثر من حيفا. ويبدو من بيان حزب الله الذي صدر أنه إلى حد ما يعادل الاستهداف الذي حصل في بيروت، يعني وكأنه يريد أن يوازن أو يكرس معادلة هذه الردع هذه. القيادة في حزب الله الواضح من خلال مجريات الميدان وتنسيق العمليات العسكرية بين البر، بين قوات الدفاع في البر المناورة البرية لحزب الله، وبين القوات الصاروخية والمدفعية والمسيرات، وكل هذه المنظومة الواضح أنها تعمل وفقا لغرفة عمليات ناشطة ومتابعة لكل هذه مجريات هذه المعركة. وهذا يؤكد على أن هناك قيادة فعلا جديدة، طبعا لأن كل القيادة القديمة أعتقد أنها يعني استشهدت في العمليات الاغتيال. فإذا هناك قيادة جديدة واصلت العمل وأمنت استمرارية في القيادة عملانية، وهي التي ولكن هذه القيادة لا ندري الآن ما هي وكيف تعمل. يعني كل ما يرشح عن الشيخ نعيم قاسم عندما يلقي كلمات يقول أن القيادة الجديدة تعمل وفقا لآلية عمل حزب الله، وبالتالي يعني النظام الداخلي إذا صح التعبير لحزب الله يحدد في حال سقط القائد أو سقط الأمين العام وسقطت القيادة كيف يتم ملء الشواغر. طيب. أعتقد أنه ربما يكون الأمر جماعيا إلى حد ما، ربما طيب. يكون كذلك. عميد، أعرف أنك تغادرنا بعد نعم. قليل. سؤال أخير قبل أن أعود إلى ضيفي في الضفة الغربية وأيضا في العراق وإلى مراسلين أحمد البديري ورازي تطور. نلاحظ أنه بالبقاع طالما نتحدث عن المدن حيفا وتل أبيب وغيرها، أنه في استهداف لشريط مدن في العراق أو مناطق مثلا نبيشيت، شمسطار، سرعين، تمنين، وهذا يذكرنا بشريط انزلات إسرائيلية سابقة. ما الذي يجري بالبقاع؟ دعني أتكلم قليلا عن البقاع كمنطقة من ناحية عسكرية إذا صح التعبير. يعني البقاع منطقة تشكل عمق للمقاومة، وهي يعني تشكل بقعة خلفية بالمعنى العسكري للمقاومة كونها بعيدة عن خط التماس الذي هو المفترض أنه هو الحدود اللبنانية الفلسطينية، وكونه أيضا يعني بعيد عن المنطقة المعرضة للاجتياح. يعني نحن طبعا يعني حزب الله والمقاومة تضع احتمال أن يتحقق الاجتياح ويصل إلى أعماق معينة، وهذه المنطقة فإذا البقاع تقع في العمق وبالتالي بعيدة عن مناطق الاجتياح، لذلك تصلح لتخزين الأسلحة أعتقد الاستراتيجية ربما، لأنه من الطبيعي أن لا تخزن الأسلحة في منطقة مرتقب احتلالها أو قد يحصل احتلالها لحسابات معينة. فإذا هي المنطقة التي تصلح لتخزين الأسلحة الاستراتيجية، المنطقة مسيطر عليها يعني أمنيا، يتمتع حزب الله فيها بحرية مناورة وحركة وإلى حد ما رقابة أمنية كاملة وسيطرة أمنية كاملة، وبالتالي طيلة طبعا المدة السابقة أتكلم، وبالتالي يعني كان لديه حرية المناورة وحرية الحركة في إقامة المخازن والمستودعات وكل ما يتعلق بهذا الأمر. يعني والمنطقة أيضا هذه المنطقة وهذا الشريط الذي ذكرته يعني هو
قريب إلى حد ما إلى الحدود اللبنانية السورية، وأنت تعلم والجميع يعلم أن هذه الحدود والمسالك التي تمر عبرها هي مسالك الدعم يعني الذي يصل إلى حزب الله، وبالتالي هذه نقطة مهمة أيضا، لذلك تستهدف، لذلك يعني هي تعتبر مهمة جدا لمخزون المقاومة، وبالتالي هي هدف دائم للقوات للقوى الإسرائيلية. شكرا لك عميد دكتور شكرا. حسن شكرا جوني نكمل مع لا أبدا نحن خليناك معنا أكثر من اللازم لأنه كنت تريد أن تغادر، شكرا لبقائك معنا. قبل أن أعود إلى أحمد البديري ومعلومات طبعا إضافية وجديدة، لنسأل مجددا ضيفنا من حركة فتح السؤال المطروح حاليا، انه طيب نحن نتحدث عن حرب، نتحدث عن هجمات وهجمات مضاده، نتحدث عن صواريخ، عن توغل بري، عن طبعا وصول الحرب الى نقطه خطيره جدا، لكن استاذ عبد الفتاح دوله، ماذا عن المفاوضات، ماذا عن الشان السياسي؟ يعني كان في وفدان على ما اعتقد من حركتكم ومن حماس في القاهره، كنا نسمع بعض الأنباء الإيجابية، وفجأة اكتشفنا أنه كأنه لم يحصل أي شيء. هل نستطيع أن نقول لا مجال الآن للتفاوض قبل الانتخابات الأمريكية، وانتهت المفاوضات مع إسرائيل، وأنه نحن الآن الكلمة للحرب للمعركة العسكرية؟ صحيح، يعني هي اللقاءات الأخيرة في القاهرة هي لقاءات داخلية، وأتمنى يعني أن تتواصل وأن تثمر، لأننا فعلا بحاجة إلى ترتيبات فلسطينية داخلية وتوافقات فلسطينية وطنية وسياسية وإدارية تمكننا من التغلب ومواجهة هذه المرحلة الصعبة. أما بشأن المفاوضات مع الاحتلال لا أعتقد ذلك سيد الكريم، على اعتبار أن نتنياهو لا يريدها. نتنياهو يريد الحرب وفقط لسببين. السبب الأول أن الحرب هي التي تحافظ على وجوده في الحكم، واليوم نتنياهو يعزز حضوره أكثر وأكثر. والسبب الثاني أن نتنياهو ينفذ أجندة توراتية يمينية يلتقي فيها مع المتطرفين سموتريتش وابن كفير وكل هؤلاء المتطرفون، يعني ليسوا وحدهم من يتحلون بعقلية متطرفة، زعيمهم نتنياهو وهم أصحاب ما تسمى خطة الحسم. وأعود لما أنت أيضا تفضلت به عندما تحدثت عن الضفة الفلسطينية وما يحدث فيها. نعم، الهجوم على الضفة سبق 7 أكتوبر بسنتين، وخطة الحسم أو الخطة الحاسمة خطة سموتريتش واليمين المتطرف من قرأها جيدا بالمناسبة لا يوجد فيها أي كلمة واحدة تشير إلى قطاع غزة، كلها الأطماع الدينية بالسيطرة على الضفة الفلسطينية والضم والتهجير والطرد والقتل وما إلى ذلك. وبالتالي هو لا يريد مفاوضات. حتى ذلك المقترح الذي قدمه للأمريكان وقدمه الرئيس الأمريكي نيابة عن نتنياهو، ومقترح نتنياهو عندما وضع على الطاولة وكاد يصل إلى شيء إيجابي نتنياهو رفض، وهو صاحب الاتفاق، لذلك هو لا يريد اتفاقا. وفي نفس الوقت أمريكا لا تريد أن تفرض على نتنياهو اتفاق. والشيء الحقيقة الحاضر على الأرض الآن هو أن العدوان مستمر. صحيح. غزة تقريبا تحت الاحتلال، هم عادوا للشمال وأنتم تتابعون جيدا، عادوا بثقل كبير ويمارسون طيب. إبادة أوكي. جماعية في شمال قطاع غزة. لا. سيطروا على القطاع. أستاذ عبد أوكي أستاذ عبد الفتاح، سنتحدث عن مسألة غزة لأنه أيضا في تقارير تؤكد الآن 100% أنه هناك خطة لتقطيع شمال غزة ولتهجير من بقي، واعتبار كل من يوجد هناك هو هدف لإسرائيل وهو جزء من حركة حماس أو خطة الجنرالات. لكن اسمح لي أن أعود فقط لأن الوضع الأمني طارئ الليلة إلى مدير مكتبنا أحمد البديري. أحمد، عندك جديد حسب ما فهمت، ونحن نشاهد هذه الصور على الشاشة توضح أنه فعلا حجم الإصابات كبير. الآن تتحدث مثلا مراسلة أو مراسل قناة ريشت كان العبرية عن 80 إصابة، ولدينا خبر يقول أنه هيئة البث الإسرائيلي أو عن هيئة البث الإسرائيلية أنه المستوى السياسي أصدر تعليمات للجيش بوقف الغارات على بيروت عقب اتصال نتنياهو ببايدن. ماذا لديك أحمد من جديد؟
تعال بنا يعني نجمل الذي حدث. طبعا حسب المصادر الإسرائيلية هنالك ثلاث مسيرات أطلقت وهنالك صواريخ أطلقت. المسيرة الأولى أسقطت، المسيرة الثانية أسقطت، المسيرة الثالثة استطاعت الوصول. هذه عملية التضليل يبدو التي استخدمت هذه الليلة. هذا أسوأ يوم بالنسبة للإسرائيليين على الجبهة الشمالية منذ 7 أكتوبر، كما يقول الإعلام الإسرائيلي على أقل تقدير. يتحدثون عن قتيل إسرائيلي و67 جريحا من الجنود، كلهم من الجنود، لا يوجد هنالك أي مدني في هذه الضربة. الصور تشير إلى أن هذه الضربة استهدفت طاولة العشاء، حيث كان الجنود يعني يتناولون وجبة العشاء في كافيتيريا المعسكر التابع لجولاني، وليس في منطقة مفتوحة وليس في منطقة، وواضح أن الإصابة كانت إصابة مباشرة كما يقال في التصنيف العسكري. بعض التقارير تشير إلى أن هذه المسيرة كانت تمتلك صاروخ يستطيع أن يتم إطلاقه قبل أن تكون انقضاضية، ولكن هذا لم يتم تأكيده. الجيش الإسرائيلي يفتح تحقيق ويريد أن يعرف ثلاثة أمور: أولا، كيف لم يتم إسقاط هذه المسيرة وهي بالطريق؟ ثانيا، لماذا لم يكن هنالك إطلاق لصفارات الإنذار في داخل المعسكر؟ وثالثا، لماذا لم يكن هنالك اعتراض لهذه الصواريخ من أو هذه المسيرات بوقت مبكر من رأس الناقورة وهي في طريقها، علما بأنهم قد رصدوها؟ الصور تشير إلى حالة هلع كبيرة داخل لواء جولاني. نحن نتحدث عن مركز للتدريب، نتحدث عن جنود. هذه الليلة صعبة لأن هذه ليست الليلة التي نتحدث فيها عن مجموعة من الجنود في منطقة متقدمة، بل هم بالعمق، وذلك جنوب مدينة حيفا في معسكر من المفترض بأنه آمن جدا، وبالتالي هذا سوف يكون مآلاته. الذي تفضلت فيه أنت سامي خطير جدا. بعد هذه العملية يخرج تصريح يقول بأن بنيامين نتنياهو كان قد وعد الرئيس بايدن بأنه منذ 3 أيام لن يكون هنالك ضرب لبيروت، أي أن نتنياهو أراد أن يقول، أو مكتب نتنياهو أراد يقول للعالم وللإعلام بطبيعة الحال لكي يتم نشره، بأنني وعدت بايدن بأنني لن أضرب بيروت ول3 أيام التزمت بذلك. طب لماذا تقول لنا الآن ولم تقل ذلك أمس أو قبل أمس؟ صحيح. واضح بأن نتنياهو يريد الآن أن لا يفي بوعده، وبالتالي أن يتم استئناف صحيح. الغزو والعدوان على الضاحية الجنوبية أو على الأقل على بيروت باستخدام الطيران الحربي الإسرائيلي. وبالتالي الليلة لعلها بعد هذه الضربة سوف نرى المزيد يعني من الغارات الإسرائيلية المباشرة. هذا تصعيد عسكري مهم، خطر جدا، مؤلم جدا، كما يقولون في إسرائيل هذا أصعب يوم عليهم منذ 7 أكتوبر في الجبهة الشمالية. على كل حال أحمد، واضح أنه نتنياهو ضرب على رأسه الليلة بهذه الضربة، لأنه كما قلت وكما قال ضيوفنا كان يتصرف على أساس أنه يعني صارت لديهم الإدارة هذه الحرب والاتجاه بهذه الحرب كما يشاءون. الليلة نحن أمام حدث خطير أصاب قيادة عسكرية إسرائيلية. بعض المعلومات التي تأتي، وهذه ليست مؤكدة أعزائي المشاهدين، فقط لأنه بعض المواقع وبعض المصادر الإعلامية تنقل أنه قد يكون رئيس الأركان أصيب، ولكن ليس لدينا أي تأكيد حول هذا الأمر. الآن بعض المواقع باللغة الإنجليزية تورد هذا الخبر. بجميع الأحوال بين 80 إصابة عسكرية، لابد أنه قد يكون هناك ضباط كبار. هذا يشير إلى مسألتين. المسألة الأولى أنه بدأنا نشهد تحولا في هذه الحرب نحو ما هو أوسع وأخطر. الأمر الثاني أنه مقاتلي حزب الله في الجنوب رمموا الوضع العسكري وعادوا ينفذون الخطة العسكرية بتصعيد يومي وبوتيرة تعلو يوما بعد آخر. كيف ستكون ردة الفعل الإسرائيلية على هذه الضربة التي يعتبرها حزب الله في بيانه أنها رد على الضربة الإسرائيلية؟ يعني هو لا يقول نحن هجمنا لأجل الهجوم الليلة، وإنما يقول نحن هجمنا ردا على ضرب منطقة النويري ومنطقة أخرى في قلب بيروت، ولذلك لرسم خطوط حمر جديدة أنه ضرب المدن سيقابله ضرب المدن، ضرب الضاحية سيقابله ضرب الضواحي. الآن السؤال ابتداء من هذه اللحظة، هل سيرد نتنياهو الليلة أو غدا أو بعد غد بضربة أوسع على مناطق في بعض المدن اللبنانية كما يفعل منذ فترة، وأن يركز ضربته انتقاما لهذه الضربة التي قام بها حزب الله؟ هذا سؤال محوري وجدي. الأمر الآخر
أنه هل سيفرج الإعلام الإسرائيلي أو الجيش الإسرائيلي عن المعلومات التي حصلت الليلة على المستوى العسكري أم لا؟ هذا ما سنعرفه لاحقا. والسؤال الثالث الذي طرحناه في خلال هذه النافذة أنه هل تمت مسيرات جديدة فعلا استخدمها حزب الله أم أنه نجح في اختراق المنظومة الأمنية؟ طيب سأذهب مجددا إلى رازي طاطور في حيفا. رازي، هل لديك من جديد؟ نعم، نحن نرصد باستمرار حركة نشطة للمروحيات العسكرية الإسرائيلية التي تعمل على نقل الجنود والجرحى. على ما يبدو أيضا يصل المزيد إلى مشفى رمبم في مدينة حيفا. وصول هؤلاء الجرحى إلى مشفى رمبم هذا ربما يفسر أن الإصابات معقدة وبالغة جدا، كون هذا المشفى يجري عمليات معقدة، وبالتالي الحصيلة حتى اللحظة تقف عند 67 وقتيل. هذا ما يرد في هذه المرحلة. ولكن أيضا ننوه أن الإعلام الإسرائيلي يتداول إلى أن المسيرات التي استخدمت في هذا الهجوم من طراز S5 وهي مسيرات مسلحة أي تضم صواريخ. هذا ما يورده الإعلام الإسرائيلي، يتحدثون عن مفاجأة من قبل حزب الله. ونتحدث أيضا في هذه اللحظات سامي دوت صافرات الإنذار في محيط كريات شموني من جهة القطاع الشرقي اللبناني، ما زال حزب الله يبادر. أنوه لأن الوزير صاعر في لدى اجتماع الحكومة اليوم وجه سؤالا للقيادة العسكرية، لماذا لم يتم إسقاط المسيرة التي قدمت من لبنان إلى هرتسلية؟ قال القادة العسكريون لساعر أنه لا يوجد إجابة. وبالتالي الجمهور الإسرائيلي في هذه المرحلة ينتظر إجابات شافية من الجيش الإسرائيلي، لا يستطيع أن يتكتم. صحيح. هو مضطر أن يعترف بهذه الخسائر التي ألحقت به. وبالتالي أيضا هناك انتقادات في إسرائيل جراء أيضا قبل هذا التطور الكبير الدراماتيكي كان إعلان عن تخفيف القيود أيضا في هذه المناطق. وبالتالي أيضا هناك انتقادات كبيرة يقولون أيضا في إسرائيل دعونا في هذه المرحلة أن تبقى يدنا هي العليا في هذه الحرب. استمرار هذه الحرب ستجعلنا نتكبد مزيد من الخسائر، وبالتالي لن نستطيع أن نقتل آخر جندي في حزب الله، وعلينا أن نحافظ على هذه الإنجازات التراكمية قبل أن تتحول إلى خسارات متتالية كما يبدو أنها بدأت. شكرا رازي. فقط أود أن أقول لضيفنا الأستاذ عبد الفتاح دولة الناطق باسم حركة فتح في الضفة الغربية أنه الليلة غير محسوبة في ضيافتك، نود أن نستضيفك في حلقة أطول. فرض علينا الوضع الأمني أن نذهب باتجاه الأمن. سأسمح لنفسي بأن أطرح عليك سؤالا أخيرا وأتمنى الإجابة باختصار لأنه للأسف انتهى الوقت. كان الرئيس محمود عباس قد وعد بالذهاب إلى غزة، هل الأمر ما زال مطروحا الآن؟ نعم، أتشرف بكم دائما أستاذ سامي وبمنصتكم الإعلامية وبما تمكننا من إيصال رسالة الشعب الفلسطيني. نعم، هي قادمة، هي قائمة إن فهمها العالم كما يجب، وقد أعاد ذلك السيد الرئيس أمام العالم. وصول الرئيس إلى قطاع غزة يعني أن تصل المنظومة الدولية إلى جانبه التي صوتت على حق الشعب الفلسطيني في دولته وحريته وإنهاء الاحتلال خلال 12 سنة، أن تكون كل المنظومة الدولية والعربية إلى جانبه لتقول هذه أرض فلسطينية خالصة معرضة للاحتلال، يجب أن ينتهي الاحتلال عنها، ونحن إلى جانب القيادة الفلسطينية في تحقيق الحق الفلسطيني في أرضه. هذه الرسالة السياسية الأهم، إذ أن الرسالة على الأرض لربما يكون تنفيذها صعب، إن ساهم العالم في ذلك سيكون سهل تنفيذها. شكرا جزيلا لك، وكما قلت لك سوف نعاود الاتصال ونستضيفك إن شاء الله للحديث عن الضفة الغربية لأنه تستحق. وكان لدي عشرات الأسئلة الليلة نتحدث عن الضفة إن شاء الله قريبا جدا. أشكرك، وأشكر أيضا المخرج الأستاذ محمد معنا الليلة عبد العزيز، وطبعا أشكر فريق التقنيات في القاهرة وهنا في بيروت إبراهيم عدوان وأوغري الدندش ومحمد بحمد وكل الفريق التقني. شكرا جزيلا لكم.